السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة طلبات الشهادة الإعدادية. نبدأ معاكم إن شاء الله النهاردة امتحان شامل على الوحدة الأولى والتانية، على الوحدة الأولى والثانية. امتحان في أسئلة حلوة، في مسائل، في معادلات للأزهر للتربية والتعليم لأبنائنا في الخارج. نعملها في صورة أسئلة كده، يعني مثلا السؤال الأول ألف أكمل. الأسئلة دي مهمة في حاجة، إن أنا وأنا بجاوب هنعمل شرح بسيط أو مبسط عشان الناس اللي مش فاكرين. نبدأ كده، أكمل رقم واحد، تكون نسبة المتفاعلات في بداية التفاعل نقط، وتكون نسبة النواتج في البداية نقط. نركز كده في السؤال ده. أولا، نسبة المتفاعلات في بداية التفاعل معروف اللي 100%، وتكون نسبة النواتج في البداية بتاعت التفاعل برضو بتكون 0%. نركز كده، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، عندي الفولت يكافئ نقط أو نقط. يعني ايه نقط او نقط؟ يعني ايه؟ نفكر ازاي بالراحة خالص كده. الجزئية ديت نحاول نجيب الفولت في اي مثلث من مثلثات. طبعا المثلث الاولاني انا عندي جيم بيساوي الشغل على كمية الايه الكهربي. طب انا عملت المثلث ده ليه؟ لازمته دلوقتي. وفي حاجة تاني، انا عندي ميم بيساوي جيم على ت، برضو عملت ده ليه؟ عشان الجزئيتين دول بسرعة نعملهم، يعني من هذا المثلث ممكن احط عليه مسألة على القانونين دول الوقت. طيب الفولت بيكافئ فين؟ فين هو الفولت؟ وحدة قياس فرق الجهد. خلاص، يبقى فرق الجهد هنا اللي هو الفولت بيساوي ايه؟ بيساوي جول على كولوم او كولو. نركز عشان نفهم، ما بكتبش اسئلة ونحل وخلاص. او بيساوي ايه فرق الجهد؟ الفولت يعني بيساوي ايه؟ المقاومة مضروبة في ايه؟ ها، المقاومة يعني ايه؟ الاوم. هقول له يعني الاوم مضروب في ايه؟ في الامبير. الاوم في ايه؟ في الامبير. طيب رقم ثلاثة بالمرة على الجزئية ديت عشان يبقوا الثلاث مثلثات جنبنا همت. هنا عندي شدة التيار بيساوي كمية الكهربية على الزمن بالثوان. ها، يعني ممكن اجيب هنا ايه؟ الكولوم يكافئ، اسئلة امتحانات مش بألف، نقط او نقط. تبقى اجيب دي او اجيب دي ازاي؟ ما كمية الكهربية اهي، يعني الكولوم بيساوي ايه؟ جول على ايه؟ الفولت. يبقى جول على فولت. او ها، نجيب كمية الكهربية من هنا، كولوم بيساوي ايه؟ الامبير في ها الزمن بالثوان. يبقى دي اسئلة مشهورة. طيب كفاية على اكمل كده عشان نعمل اسئلة متنوعة. رقم ب نحط علل مهمة. يعني مثلا يقول لي ايه؟ مثلا رقم واحد، يفضل التيار المتردد، لسه شرحه في الحلقة اللي فاتت، عن التيار المستمر. التيار المستمر لماذا؟ الإجابة النموذجية بالراحة كده خالص نفكر مع بعض. ليه؟ لأنه ينتقل لمسافات طويلة. دي تكفي؟ تكفي، بس لو كتبت ولأنه متغير الايه الاتجاه والشد يبقى حلو. اتجاهه ايه والشد. طيب رقم اتنين،
وضع، وده بيجي كتير في المحافظات، الريو ستات المنزلق في الدوائر الكهربية. في الدوائر الكهربية السؤال ده مهم جدا وبيجي كتير في الامتحانات. وضع الريوستات في الدوائر الكهربية يعني معناها ما أهمية الريوستات؟ ليه بنحطه؟ للتحكم في شدة التيار، زي مفتاح الراديو كده بنعلي الصوت ونوطي الصوت، للتحكم في شدة التيار بتغيير مقاومته. أسئلة مهمة بالمناسبة. طيب نلف مع بعض كده. رقم 3، تتصل الدوائر في المنازل على التوصيل، أو تعتمد على التوصيل على التوازي. مينفعش نوصل أي دايرة كهربية في منزل أو في مصنع أو في مآتم أو في أي حاجة على التوالي. ليه على التوازي؟ لأنه إذا تلف مصباح كهربي لا ينقطع التيار، لا ينقطع التيار، لذلك بنستخدم. طيب ما سأل كده في الوحدة الأولى بقى كده، علل. يتكون مادة سوداء، تتكون مادة سوداء عند تسخين كبريتات النحاس الزرقاء. لماذا؟ ليه؟ بسبب تكون أكسيد النحاس الأسود عند تحلل كبريتات النحاس الزرقاء. نركز كده. يبقى ده السؤال الأول كفاية عليه كده. طب السؤال الثاني، السؤال الثاني سؤال مشهور قوي ومليان في الامتحانات. ما أثر الحرارة على مع كتابة المعادلة متزنة؟ المعادلة متزنة، مع كتابة المعادلة ايه؟ متزنة. ايه اللي بيحصل؟ رقم 1، السؤال الاولاني، ما أثر الحرارة على كبريتات النحاس الزرقاء؟ ايه المطلوب مني؟ اكون عارف الرمز، او سي يو السو فور، سهم وعليه حرارة، كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة. حاولش نحفظ حاجة، نفهم السو فور هنا اكسجين النحاس، ما تبقى السو 3 غاز يتصاعد. يبقى دي مادة سوداء زي ما عرفنا، وده غاز ثالث أكسيد الكبريت، ثالث أكسيد الكبريت. يبقى الوقت الإجابة النموذجية CuO زائد SO3، ده غاز يتصاعد ودي مادة سوداء. طيب رقم 2، ما أثر حرارة على هيدروكسيد النحاس الأزرق؟ مليانة في الامتحانات، أدي نحاس وده الهيدروكسيد. لو نجيب أسئلة مشهورة وبتتكرر كتير في الامتحانات عشان برضو ايه نجيب درجات نهائية بإذن الله. عندي سي يو او اتش وهنا ايه او اتش، يلا مع بعض كده، الاو مع السي يو ادتني المادة السوداء برضو. مادة سوداء من مين؟ من أول أكسيد الكربون. ما تبقى يا ولاد؟ مية، H2 أو بخار ماء. طب معادلة تالتة كمان، ما أثر حرارة على نترات البوتاسيوم؟ ما جبتش الصوديوم، لأن اللي في الكتاب الصوديوم، يقوم ضحك عليا يقوم جايب لي البوتاسيوم، لأن احنا قلنا الصوديوم والبوتاسيوم ايه؟ توأم. هذا الصوديوم اهو، NaNO3، والتوأم بتاعها ايه؟ KNO3، دي اللي موجودة في الكتاب. طيب ناخد من دي 2 كده ونحل، يلا مع بعض. لو نسيت الحرارة باخد 0 في المسألة،
او في المعادلة. طب دي نقسمها على سطرين، كي ان اس ري، وهنا كي ان اس ري، ها ده واحدة وده واحد. طب ايه العمل؟ العمل هيكون كالاتي، باخد ذرة اكسجين من هنا كي ان او تو، باخد اكسجين من هنا بقول كي ان او تو، نجمع الاثنين. يبقى الوقت هنا خدنا مثال او السؤال اللي موجود عندنا، ما اثر حرارة على نترات البوتاسيوم؟ طبعا 2 كي ان او 3، اخدنا ذرة اكسجين. نراجع المعادلات دي، عاملها في حلقة جميلة على السبورة وفي حلقة اجمل في الورق ومشروحة كويس. نراجع المعادلات لان عاملها بطريقة سهلة وجميلة. انا عندي 2 كي ان او 3، ها نزعنا ذرة اكسجين، ما تبقى كي ان او 2 نزعنا من التانية، نجمع مجموع جبري كده، يبقى هنا او 2 خلاص. الناحية التانية هتبقى ايه؟ 2 كي ان او 2، هي دي النواتج. يبقى غاز الاكسجين يتصاعد زائد 2 كي ان او 2 خلاص. ده السؤال التاني فيه الف. ناخد باء، ماذا نقصد بقولنا؟ سؤال برضو حلو بيجي كتير في الامتحانات. السؤال التاني، السؤال الثاني باء، ماذا نقصد بقولنا؟ ماذا نقصد بقولنا؟ أسئلة مهمة بصراحة. يعني ماذا نقصد بقولنا؟ مثلا لو قال لي نمرة واحد، شدة التيار بيساوي 10 أمبير، يقول زي ما يقول أي رقم، أي رقم يعجبه. في أدى سؤال، السؤال الثاني بالظبط اهو بقى، ماذا نقصد بقولنا يمر مثلا، او ايه نقول فرق الجهد بين طرفي موصل بيساوي مثلا 10 فولت. طيب سؤال ثالث، نفك الموضوع بقى كده، ماذا نقصد بقولنا مثلا نقول دائرة يمر بها تيار شدته 20 أمبير، وفرق الجهد بين طرفيه بيساوي 40 فولت. نركز كده. طيب حاجة مجمعة، ها نفكها الأول ونتكلم عن يعني ايه، يعني شدة التيار بيساوي ايه؟ كمية كهربية على ايه؟ الزمن بالثواني. ركزوا كده، انا هجاوب ازاي؟ انا لسه ما جاوبتش. يعني هنا هقول له بما ان شدة التيار بتساوي كمية الكهربية على ايه؟ الزمن بالثواني. يعني ايه؟ يعني نحط 10 فوق هنا كولوم، ها وتحت ايه؟ الزمن بالثواني 1 ثانية. هو انا عملت ايه دلوقتي؟ فكيت بس العشرة، العشرة كولوم 1 ثانية. هقول له الاجابة النموذجية بقى، معنى ذلك انه يمر تيار خلاص كمية الكهربية في 10 كولوم في الثانية ايه؟ الواحد، في الثانية الواحد. او اقول معنى ذلك ان كمية الكهربية المرة في موصل هي 10 كولوم في الثانية الواحدة. يبقى في حاجتين ممكن نقولهم، انه يمر تيار كمية الكهربية فيه 10 كولوم، او اقول معنى ذلك ان كمية على طول كده معناها، يعني معنى كمية الكهربية المارة في موصل هي 10 أمبير في 1 ثانية. طيب ماذا نقصد بقولنا فرق الجهد بين طرفي موصل بيساوي 10 فولت؟ معنى الكلمة دي ايه؟ ان انا برضو هقول جيم بتساوي، ها فاكرين، الشغل المبذول على كمية ايه؟ الكهربية. طيب نفسر الكلام ده ازاي؟ ان احنا هنقول هنا 10 جول لازم نفكها، كمية الكهربية 1 كولوم. هنقول الكلام ده معنى ذلك ان الشغل المبذول لمرور كمية من الكهربية
مقدارها 1 كولوم، هي 10 ايه جول بين طرفي موصل، بين طرفي ايه موصل. نركز كده، نركز لكم على الجزء اللي ايه الكهربية، وعملنا معادلات. نجيب التالتة، ماذا نقصد بقولنا دائرة يمر بها تيار، تيار شدته 20 امبير. الكلمة دي ايه؟ ها، وفرق الجهد بين طرفي كام؟ 40 فولت. معنى كده ان انا اقول ان ميم بتساوي جيم على تي على طول، يعني حاجة مفكوكة هجمدها، يعني ايه برضو فرق الجهد كام؟ 40. شدة التيار كام؟ 20. هقول له على طول معنى ذلك 4 على 2 فال2 ايه؟ اوم. يبقى الإجابة النموذجية لسه ما جاوبتش. معنى ذلك ان مقاومة الموصل بيساوي ايه؟ 2 ايه اوم. حاجات سهلة وجميلة. طيب ناخد السؤال الثالث كده عشان الوقت. السؤال الثالث طبعا بيديني منحنى او بطلب مني رسمة منحنى. طبعا المواد المتفاعلة، ها ركزوا كده، بدأ من الاول وبتقل، ها المواد الناتجة بتطلع في صورة ايه؟ 2 نواتج. خلاص، يعني 5 اكسيد N2O5 بيتفكك، بناخد منه 2، ها بيتفكك الى 4 NO2 زائد، ها خدوا بالكم 2 في 5 ب10، انا خدت هنا 8، يتبقى لي ايه؟ O2. ده اسمه تفكك او انحلال خامس، ترجمة حرفية خامس، دي اسمها سرعة التفاعل، عشان الناس اللي طلبها وشرحتها هي والوراثة كان في مراجعة. خامس ايه؟ 5 اكسيد النيتروجين. يبقى تحلل 5 اكسيد النيتروجين، دي متفاعلات، ديت نواتج. ايه اللي بيحصل؟ امثلها هنا ازاي؟ ما هو بطلب مني التمثيل، تمثيل الرسم البيان. شيء طبيعي المواد المتفاعلة، انا عندي N2O5، يبقى دي المواد المتفاعلة بدأ تركيزها 100%. طيب دي كان 0% اللي هي النواتج. طيب ايه حكاية المنحنين دول؟ واحد منخفض واحد مرتفع، ما احنا عايزين نفهمهم، لان في ناس لغاية دلوقتي بتطلب سرعة التفاعل. الO2 قدامها 1 مول، هنا 4 مول، يعني 4 كميات سكر ومعلقة سكر واحدة بالنسبة للأكسجين، تمثيل حياتي من حياتنا احنا. يبقى الكمية ديت انا مش عايز احط واحد هنا عشان ما تبانش ليه 10، 10 بالانجليزي لان المعادلة بالانجليزي. لو حطيت واحد هنا، ها ممكن نفكر اللي هو ايه 10، ايه 2 تحت ايه للدرجة دي يا مستر. في ناس كتير بتترجم حاجات يعني زي دي. بنبص كده الاقل دوت اللي هو بايه؟ اكسجين، لان 1 مول. ها الاربعة ان او 2 هو اللي بيبقى ايه في المنحنى التاني. دي المعادلة وده ايه المخطط بتاعها. يبقى ده مخطط سرعة ايه؟ التفاعل، مخطط سرعة التفاعل مهم او مطلوب. طيب دي الف. نمرة باء، في ضوء المعادلة بيديني معادلة وبطلب مني تمثيل عليها، يعني ايه بسرعة كده؟ CuO زائد H2، ها الهيدروجين بياخد الاكسجين بيطلع مية والنحاس بيتكون، يبقى H2، يبقى Cu زائد ايه؟ H2. بيقول لي في ضوء المعادلة، خلاص وضح، يعني لازم على المعادلة، ها عملية الاكسدة والاختزال، ثم استنتج العامل المؤكسد والعامل ايه المختزل. ركز معايا وركز معايا كده بسرعه عشان بس ما نضيعش وقت. اولا اكسيد النحاس، باجي اساله سؤال اخبارك باللفظ كده، يا اكسيد نحاس اخبارك، بيقول لي كنت اكسيد نحاس اصبحت نحاس، حصل له ايه؟ نقص اكسجين على طول كده، فعلا كان اكسيد نحاس اصبح ايه نحاس. يا هيدروجين اخبارك، بيقول لي كنت هيدروجين اصبحت ايه H2O، يبقى عنده هنا زيادة فين؟ في الاكسجين. يبقى ما معنى الزيادة في الاكسجين؟ هي عملية اكسدة، عملية ايه اكسدة، اكسد يعني تضاف عليه اكسجين، نفهم. الاختزال اختزل اتخذ منه، يبقى دي اسمها عملية ايه الاختزال. طب ايه الفرق بين دي ودي بقى بالراحة خالص؟ في هنا نقص في الاكسجين عملية اختزال، ما هو العامل المؤكسد اللي معاه اكسجين
ده اسمه ايه؟ العامل المؤكسد على طول. المادة التي تعطي اكسجين الذي انتزعه هو العامل المختزل. العامل ايه؟ المختزل. طيب السؤال الرابع والاخير بقى ان شاء الله، السؤال الرابع والاخير بالراحة كده وبهدوء. الف قارن، وده هسيبها لكم تعملوها بقى لان لسه شرحها الحلقة اللي فاتت. قارن بين نمرة واحد التيار المستمر والتيار المتردد. والتيار المتردد ده مهم يا جماعة؟ مهم. طيب رقم اتنين، رقم اتنين التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. التوصيل على التوالي والتوصيل على ايه؟ التوازي. والتوصيل على التوازي. طيب ها يلا عشان كده ايه دول هيتعملوا في الواجب خلاص ونحاول نحلهم كده وايه نتواصل مع بعض. طيب رقم باء بقى، رقم باء اخر حاجة. لديك خمس بطاريات وفي رواية اخرى اعمدة. انا بركز على دي ليه؟ ولسه عامل واحدة زي ديت وكان ست بطاريات، وعامل واحدة قبلها في الحلقة اللي فاتت وكان اربع بطاريات. براحتنا. لديك خمس بطاريات، القوة الدفع الكهربية لكل منها 1.5 فولت. وضح برسم تخطيطي كيف نحصل على نمرة واحد قوة دفع كهربية بيساوي 4.5. ممكن نجيب 4.5، ممكن نجيب 4.5، وممكن نجيب 3. قوة دفع كهربية بيساوي 3 فولت. الكلام ده ازاي يا جماعة؟ بالراحة خالص وبهدوء. 4.5 اعمل ايه؟ انا عندي 5 لازم استخدمهم. اعمل ايه؟ اعمل بصوا كده، دي توازي ها، وهنا توازي فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة خلاص. يعني ايه برضو؟ هنا توالي مع بعض الاول اهو، يعني دي 1.5. 1.5 كام؟ 3. 1.5 1.5 كام؟ 3. يبقى دي كأنها بطارية واحدة بتلاتة، دي كأنها بطارية واحدة ومع التوالي بتلاتة. طب وبعدين اجيب معاهم هنا اهو، خدوا بالكوا ديت متصلين مع بعض على التوازي اهو، يعني ده موجب وده ايه؟ سالب. طب وبعدين السالب دي راحه فين؟ اهي ما لسه كام؟ ها دي 2 و2 4 1 5، اخر واحده اهي ب1.5. اجمعوا كده الثلاثه وال1.5 يبقى بيساوي كام؟ 4.5. يبقى احنا هنا جبنا كيفيه التوصيل، وصلنا كل عمودين او كل بطاريتين مع بعض، ادي 3 ودي 3 وهنا واحده، الخمسه بتبقى ايه؟ على التوازي. تعالوا بقى نجيب 3 فولت، هنجيبها ازاي؟ هما 5 يبقى هنوصل 4 على التوازي اهو، 4 على التوازي يبقى ب1.5. ركزوا معايا الفكره ان احنا بنفكر قبل ما نحل، هنا موجب وهنا ايه؟ سالب. طيب ها بقى واحد، اتفضل يا استاذ، ادي 1.5 وده 1.5، مجموع الاتنين كام دلوقتي؟ ها الاربعة دول 1.5 يبقى ب1.5، وال1.5 اللي هنا يبقى مجموعهم كام؟ 3 فولت. هو ده الايه؟ المطلوب. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا وننشر الفيديوهات عشان نتواصل مع بعض ونكمل المنهج بإذن الله، عشان القناة تنتشر وكلنا نستفيد بإذن الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.